صيدر اشتغل في الأوبرا من حوالي سنة 2001، حوالي 17 سنة. عملنا عروض كتير جدا جدا وحفلات رئاسية كتير جدا جدا، وعملنا مهرجانات، مشاركة في مهرجانات هنا في القاهرة وعلى المسرح الكبير وبره مصر. مطربين الأوبرا لازم يكون عندهم أغاني خاصة يقدموها للناس، وفي علامات كتير عندنا في الأوبرا عملت كده، زي المطربة الكبيرة مي فاروق وريهام عبد الحكيم، ومطربات كبار ومروة ناجي، ويعني مطربات لهم ثقل في الساحة الفنية. توجه بقى على حسب التوجه، أنا موجه نفسي ناحية الأوبرا، موجه نفسي ناحية الأغاني القديمة، أنا بحب كده وفي ناس بتحب كده. فعلا لازم نعمل أغاني الشباب يسمعها وتبقى قريبة ليهم. يعني عملت ألبوم ديني سنة 2006 في حب الرسول عليه الصلاة والسلام، واتعمل فيديو كليب اسمه جمالك يا الله، وكان منتشر أياميها بشكل أو بآخر. بس أنا كان برضو نفسي أن أنا ما أظهرش، يعني مش عايز أنا منطقة الشهرة. حتى في الفيديو كليب ما كنتش عاوز من المخرج أن هو يطلعني كتير، أو كنت عاوز أطلع الكاست اللي معايا كتير، وكان يهمني قوي أن هم يسمعوا الأغنية أكتر من أن هم يشوفوني. يعني هي فكرة اتجاه، أنا ما بتجهش ناحية الشهرة قوي، مش يعني مش بصراحة مش بحبها يعني خالص. أنا عملت حاجات تانية كمان، مثلت دور فريد الأطرش في مسلسل كاريوكا، تحية كاريوكا، مع الفنانة وفاء عامر ومجموعة تانية من الممثلين. عملت أوبريتات وتعرضت، لو ما كانتش تعرضت على التلفزيون تعرضت على المسارح وبس. الحمد لله أستاذ فريد الأطرش طبعا موسيقار كبير على مر العصور، وصعب ومنطقة صعبة بالنسبة اللي بيغنوا كلهم، وطبعا كل الناس الموسيقيين عارفين ده كويس. أنا بحبه كشخص وبحب تمثيله ودمه خفيف جدا، وأغانيه أنا بحب أغانيه بصراحة، وبحب أغني أغانيه، بشوف شوية أن أنا بلاقي نفسي فيها يعني أكتر من أغاني تانية. بس برضو أنا بحبش موضوع التخصص قوي ده، أنا مش بحبه، وبحب أن كل الناس تغني كل حاجة بأسلوبها وبأدائها. يعني احنا لو كنا غنينا سمعنا مثلا زمان عبد الحليم بيغني لفايزة وبيغني لأم كلثوم بأسلوب عبد الحليم، فمش شرط ان حد يبقى ماسك نفسه على خط واحد او لاين خاص بفنان معين. ف يعني انا بحب فريد. كل واحد بيحقق اللي بيتمناه، انا بتمنى اكون في نفس مكاني وما بتمناش حاجه اعلى من كده.